بطتنا الحلوة بطوطة تسبح في البركة مبسوطة، تبحث عن خبز تأكله وتحب الباء المنقوطة. أهلا بكم مجددا يا أحبائي في الدرس الرابع من المحور التمهيدي ألعابنا، وهو بعنوان أبطالنا بدر ورباب حرف الباء. في نهاية هذا الفيديو سوف نصبح قادرين على أن نركب كلمات من الحرف باء ومن الأحرف التي تعلمناها سابقا. نقرأ بعض الكلمات والجمل، نكتب أسماء بعض الصور، نكتب الحرف باء. إليكم الإرشادات والتعليمات. نجلس بعيدا عن الضجة، ننتبه إلى توجيهات المعلمة، نصغي باهتمام ونقرأ قراءة صحيحة. تعرفنا في الفيديو الأول من الدرس إلى أصوات الحرف باء، وهي أصواته القصيرة ب بو بي، أصواته الطويلة ب بو بي. نتذكر الأحرف التي تعلمناها سابقا. ما هو الحرف باللون الزهري؟ إنه دال. أحسنتم. والحرف باللون الأخضر؟ إنه الراء. جيد. وما هو الحرف باللون الأحمر؟ إنه الزاي. أحسنتم. ما هو الحرف الذي نراه باللون الأصفر يا أحبائي؟ إنه الباء. نقرأ بعض الجمل. انظروا إلى الصورة الأولى. بارز بدر رباب، بارز بدر رباب. الصورة الثانية. زار بدر رباب، زار بدر رباب. أكتب اسم الصورة. ماذا نرى في الصورة الأولى؟ براد. إذن أكتب اسم الصورة تحتها. ماذا نرى في الصورة الثانية؟ باب. أكتب تحت الصورة. ماذا نرى في الصورة الثالثة؟ إنه دب. فإذن أكتب كلمة دب. والآن يا أحبائي نتعلم كتابة حرف الباء. لنرحب معا بحرف الباء. باء منفصلة. باء في أول الكلمة لديها يد لتمسك الحرف الذي يليها. الآن باء في وسط الكلمة، انظروا لديها ذراعان لتمسك الحروف من الجهتين. والآن باء في آخر الكلمة متصلة، انظروا إلى هذه اليد الجميلة لتمسك بالحرف الذي قبلها. با 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 با. بو 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 بو. بي 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 بي. اكتب الأصوات والكلمات بخط جميل. ما رأيكم أن نلعب لعبة الهاتف والكلمات؟ هذا الهاتف فيه أرقام وكل رقم فيه صوت. سنؤلف كلمات من مجموع الأرقام التي نراها أمامنا. هيا نبدأ. هيا نبدأ. نطلب الرقم الأول. 217. الرقم الأول 2، ماذا يوجد؟ يوجد باء. أكتب باء. الرقم الثاني 1، ماذا يوجد؟ يوجد راء. أكتب راء. الرقم 7، ماذا يوجد؟ يوجد تاء. أكتب تاء. نجمع الحروف في كلمة واحدة. الباء في أول الكلمة تتصل بما بعدها تصبح باء متصلة.
الراء تتصل بما قبلها تصبح متصلة، سأكتبها باللون الأحمر، ب را دا والدام منفصلة، برادا. هيا نطلب الرقم الثاني، 4 2 8 3. 4 ماذا يوجد؟ ال، 2 ب، 8 را، 3 دو. نجمع هذه الحروف بكلمة واحدة، نكتب ال تتصل بما بعدها. الباء متصلة في وسط الكلمة، تتصل من الجهتين، سأكتبها باللون الأحمر. را مع شدة تتصل بما قبلها، ودو لا تتصل بالألف، البراد. والآن يا صغاري أكملوا هذا التمرين بمفردكم، وجدوا الكلمات المختبئة خلف الرقمين 4 3 6 و 9 0 5. رائع يا صغاري! في هذا الفيديو تدربنا على تركيب كلمات من هذه الأحرف، قرأنا بعض الكلمات والجمل، كتبنا أسماء بعض الصور، كتبنا الحرف باء. دمتم بخير يا أحبائي، إلى اللقاء. بطوطتنا الحلوة بطوطة، تسبح في البركة مبسوطة، تبحث عن خبز تأكله، وتحب الباء المنقوطة.